كيفية استبدال رأس الطباعة في سلسلة طابعات HP Smart Tank 500 و600. استبدل أحد رؤوس الطباعة أو كليهما في طابعات HP Smart Tank 500 و600 في حالة التلف أو عدم العمل بشكل صحيح. أثناء تشغيل الطابعة وامتلاء مستويات الحبر حتى المنتصف، أغلق درج الإخراج. افتح أبواب الوصول الأمامية ورأس الطباعة، ثم انتظر حتى يصبح حامل الخرطوشات في المنتصف وخاملاً. ادفع المزلاج الأزرق لكشف المؤشر الأحمر وحرر المزلاج. إذا عرضت لوحة التحكم 3 نقاط أو كان رأس الطباعة وامضاً فوق 3 نقاط، اضغط على رأس الطابعة ثلاثية الألوان لأسفل وقم بإزالته من الطابعة، أو قم بإزالة رأس الطباعة الأسود. أخرج رأس الطباعة البديل من عبوته. قم بإزالة السدادة البرتقالية والشريط البلاستيكي، وتجنب نقاط التلامس وفوهات الحبر والمنافذ. أمسك رأس الطباعة الجديد من الجانب، ثم حركه في فتحته حتى يستقر في مكانه. كرر هذه العملية لاستبدال رأس الطباعة الآخر إذا ظهر ذلك في لوحة التحكم. أغلق مزلاج رأس الطباعة عن طريق دفعه لأسفل حتى يستقر في مكانه. أغلق الأبواب. يومض الحرف A على لوحة التحكم وتتم طباعة صفحة المحاذاة. في الموديلات التي تعمل باللمس، انقر فوق موافق. ارفع غطاء الماسح الضوئي، وضع وجه طباعة صفحة المحاذاة لأسفل في الزاوية اليسرى العلوية من زجاج الماسحة الضوئية، ثم أغلق الغطاء. اضغط على زر بدء النسخ باللون الأسود، أو انقر فوق المسح الضوئي على الموديلات التي تعمل باللمس لمحاذاة الطابعة. تظهر رسالة نجاح المحاذاة، انقر على موافق. قم بإزالة صفحة المحاذاة وإعادة تدويرها. انقر على علامة التبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على مقاطع فيديو HP بلغات أخرى، وابحث في قناتنا للعثور على مقاطع فيديو دعم HP الرسمية.